فرضت الولايات المتحدة قيودا تهدف للحد من توسع شركات صناعة أشباه الموصلات داخل دولة الصين، وتعتبر هذه الخطوة هي آخر الخطوات التنظيمية قبل أن تقدم وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار مساعدات فيدرالية بهدف تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية داخل الولايات المتحدة وكذا خارجها، ولكن بشروط. تأتي هذه الخطوة لدفع عمليات صناعة الرقائق وأشباه الموصلات في أكبر اقتصاد بالعالم ومجاراة التقدم التكنولوجي في دولة الصين. إلى ذلك أكدت تقارير أمريكية تصعيد الجمهوريين في الكونغرس ضد إدارة الرئيس جو بايدن والعمل على تقليص الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا. وبحسب مواقع أمريكية أيضا، يعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي سحب 300 مليون دولار من ميزانية البنتاغون المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية وسط دعم كبير من معظم النواب لهذا القرار نتيجة ارتفاع تكلفة دعم كييف في أزمتها مع روسيا. اعتبرت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن زيادة سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل أمر محتمل، وأن هناك حاجة لاستمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول حتى يتمكن البنك من تخفيف حدة التضخم ليعود إلى هدفه البالغ 2%. وأكدت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أن التجديد النقدي بدرجة أكبر أصبح أمرا غير مستبعد، كما أشارت المحافظة بالبنك ميشيل بومان إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة. وجددت الحكومة الهولندية تأكيدها بالتوقف عن إنتاج الغاز من حقل غرونانغن اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل. هذا وكانت هولندا قد أعلنت في يونيو الماضي أن إنتاج الغاز في حقل غرونانغن سينتهي بحلول الأول من أكتوبر، حيث أوفت بوعودها بالتوقف سريعا عن عمليات استخراج الغاز للحد من مخاطر الزلزال في المنطقة. وتستعد كندا موطن وثالث أكبر احتياطات النفط في الخام في العالم لتغيير شكل تدفقات النفط العالمية العام المقبل، حيث يوفر التوسع في خط أنابيب ترانس ماونتن فرصة لكي تلعب البلاد دورا جديدا في الأسواق العالمية، وذلك عبر نقل 600 ألف برميل إضافية يوميا. هذا ويوفر المشروع المملوك للحكومة فرصة لتقليص اعتماد المنتجين الكنديين على التصدير إلى الولايات المتحدة ورفع أسعار نفطهم الخام، كما أن توسع خط أنابيب ترانس ماونتن يشكل مصدرا جديدا للنفط الثقيل الذي تحتاجه المصافي المتقدمة في الهند وكذا الصين لإنتاج وقود النقل وكذا الأسفلت. مشاهدينا، ختام هذه الجولة الاقتصادية.